بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس في كتاب أحد الأئمة الأعلام الذي كان يعني مما اشتهر به عند أهل العلم وعند تلامذته وفي المجموع وفي الكتب التاريخ في التراجم أنه شيخ الحرم، شيخ الحرم أو محدث الحرم، فقيه الحجاز في ذلك الوقت، التسميات القديمة التي كانت قبل التسميات الحديثة هذه، لأنه كان من أهل القرن السابع رحمه الله، من أهل القرن السابع، فقد ولد رحمه الله في سنة 615 للهجرة، وتوفي سنة 694، توفي في سنة 694 في القرن السابع الهجري، وهو الإمام المحدث الفقيه أبو العباس محب الدين أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله الطبري، من عائلة الطبري، العائلة التي اشتهرت بجمهرة أو مجموعة وكوكبة من العلماء الأعلام، تجدون تراجمهم مبثوثة في المصادر، وخاصة المصادر التي تناولت تراجم علماء البلد الحرام رحمه الله جميعا، هم وجميع علماء الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. فهذا أحد العلماء الأعلام الذي صنف في هذا العلم الشريف، يعني في علم الحديث وعلم الفقه والسير وغير ذلك، ألف جملة من الكتب، كان من أشهرها ومن أهمها ومن أجلها الكتاب المعروف أو المعنون أو الموسوم بالقرى لقاصد أم القرى، كتابه القرى، ألف كتابه القرى لقاصد أم القرى، القرى لقاصد أم القرى، القرى وهو ما يقدم للضيف، القرى التكرمة التي تقدم للضيف من طعام وشراب ونحو ذلك يسمى قرى، ما يقدم للضيف. فهذا الكتاب، كتاب القرى لأم القرى، كان كألفه رحمه الله الإمام الطبري المحب. هذا الطبري ليس غير الإمام الطبري صاحب التفسير، الإمام الطبري هذا الذي نحن بصدده وبصدد دراسة كتابه، ليس هو الطبري الآخر العالم المشهور وهو إمام المفسرين، الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري ليس هو المقصود بهذا بالمؤلف رحمه الله، يعني رجل آخر، هذا طبري، كله هذا طبري وهذا طبري، لكن طبريون اليوم ليس هو الطبري الذي ألف تفسير الإمام المفسر الكبير الذي يعد إمام المفسرين، والذي ألف كتابه الفذ العظيم الذي هو جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتاريخ الرسل والملوك كذلك في التاريخ وغير ذلك من الكتب الكثيرة. أما الطبري رحمه الله هذا محب الدين أحمد أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري، المتوفى سنة 694. فأحد كتابه كما قلنا، أحد كتبه التي ألفها وهو القرى، القرى لقاصد أم القرى، وهذا الكتاب يعني جعله مختصا بالمناسك، بمناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وهو كتاب جليل القدر وعظيم المنزلة وكثير الفوائد، وهو كتاب يعني يعد من أجل ومن أنفع ومن أجمع الكتب المؤلفة في مناسك الحج والعمرة. فعقد فيه أو ذكر فيه 40 باب، 40 بابا من الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع، موضوع الحج والعمرة، وذكر فيه كل ما يتصل بذلك، كل ما يتصل بهذا الباب أو بهذا الموضوع، موضوع الحج وموضوع العمرة، كل ما يتصل به، وكذلك ضم إليه أيضا ما يتعلق به، ما يتعلق بالحج من حيث ذكر فضائل الحرمين الشريفين وفضائل أماكن مخصوصة في مكة وفي المدينة، وفضل زيارة المسجد النبوي وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك من الأمور، وأيضا ما يتعلق ببيت المقدس
ما يتعلق أيضا ببيت المقدس، ذكر كذلك أيضا ما يتصل بفوائده بفضائله، ما يتصل بفضائله وما يتعلق بتاريخه وما إلى ذلك، معزوا إلى مصادره، معزوا إلى مصادره. لكن معظم الكتاب وجله في ما يتعلق بالمناسك. ثم بعد ذلك رأى رحمه الله أن يستل كما ستسمعون الآن في مقدمته، فيما التي قدم لها بين يدي كتابه، رأى أن يستل أو ينتزع أو يختصر أو يقتبس من كتابه القرى، هذا الكتاب الكبير في حوالي نحو أكثر من 600 صفحة، وهو مطبوع وموجود ومنتشر بين يدي طلبة العلم وكل من يهتم ب ما يتعلق بهذا البلد الحرام والمناسك، مناسك الحج والعمرة وما يتصل بهما. فهذا رأى بعد أن فرغ من هذا الكتاب من تأليف القرى، رأى أن يستل منه كما قال، يعني ينتزع منه ما يتعلق بصفة حجه صلى الله عليه وسلم، الروايات والأحاديث المختصة بحجته صلوات الله وسلامه عليه، المبثوثة المنتشرة في كتاب التي نشرها وبثها وفرقها في كتابه القرى، أراد أن يجمعها بعد أن يستل كما قال، يعني ينتزع أو يختصر هذا المبحث فيما يتعلق فقط بصفة حجه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأصل، حجته صلوات الله وسلامه عليه هي الأصل الذي يبنى عليه، الأصل الذي تبنى عليه الأحكام وتبنى عليه المسائل والقضايا، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه عز وجل، وهو الموضح لحقائق ما أنزل الله تعالى، ما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة، فهو يبين عن ربه عز وجل، وكذلك يضيف أحكاماً وردت في السنة لم ترد في الكتاب في القرآن الكريم أيضا، من البيان، من بيانه صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه ربه، بيانه للقرآن، وكذلك بيانه أو ذكره لأمور أيضا اختصت بها السنة المطهرة كذلك. فالمقصود أن الطبري، الإمام الطبري رحمه الله، محب الدين الطبري، في هذا الكتاب الذي سماه صفوة القراء، كتاب صغير لأنه منتزع من هذا الكتاب الكبير ومختصر ويلائم يعني سواء من ناحية المادة العلمية أو المدة الزمنية، كما تعلمون بالنسبة لقدوم موسم الحج، فهذا كتاب لعله إن شاء الله يكون مناسبا من حيث المادة العلمية ومن حيث المدة الزمنية كذلك، التي تفصل بيننا وبين وقت الحج إن شاء الله تعالى. الحج إلى بيت الله الحرام يعني الآن يمكن ما بقي إلا يعني ما نحو شهر فقط من اليوم، يمكن فقط بيننا وبين بداية مناسك الحج شهر واحد فقط. فهذا الكتاب المختصر الذي اختصره أو استله كما قال من كتابه الكبير القراء، ذكر فيه ما يتعلق بصفة حجه صلى الله عليه وسلم، وسماه كما سمعتم صفوة القرى في صفة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطوافه بأم القرى، صفوة القرى في صفة حجه وصفة طوافه، يعني في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وطوافه بأم القرى. قال رحمه الله في مقدمة كتابه هذا مبينا موضوع الكتاب وسبب تأليفه، قال رحمه الله: الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما وفق الله لتجريد أحاديث المناسك من الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود والنسائي والموطأ ومن غيرها، هذا التقسيم أو هذا القول منه رحمه الله بأن الكتب الستة هي البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود والنسائي والموطأ، هذا على حسب
ما اختاره أو ما مضى عليه أو مشى عليه الإمام ابن كثير ابن الأثير ابن الأثير في كتابه الشهير جامع الأصول. فجعل الكتب الستة الصحيحين، جعلها الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والموطأ، هذا على حسب ما مشى عليه الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول من أحاديث الرسول الذي جمع فيه أحاديث الكتب الستة. لكن بعد ذلك اشتهر أن الكتب الستة هي الصحيحان، أن الكتب الستة هي الصحيحة هي الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي أو الجامع جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذا أول من أدخل ابن ماجه سنن ابن ماجه في الكتب الستة، هو أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني في كتاب الذي أجعله على أطراف هذه الكتب الستة. أول من جعل ابن ماجه سادس الكتب الستة بدل الموطأ هو أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني، وذكره في هذا الكتاب الذي جعله في ألفه في أطراف هذه الكتب الستة، وفي رسالة أخرى له في شروط الأئمة الستة. هذا أول من أدخل سنن ابن ماجه في الكتب الستة. لكن المؤلف رحمه الله هنا مشى على ما هو معلوم أو ما هو مضى به العمل من لدن عهد ابن الأثير، يعني مشى على ما مشى عليه ابن الأثير في كتاب جامع الأصول من عد الموطأ هو السادس الكتب الستة. قال رحمه الله: ومن غيرها، أي من غير الكتب الستة، مما نبهت على أصله المخرجة منه وجمعتها في الكتاب الموسوم بالقرى لقاصد أم القرى، استخرت الله سبحانه. لما فرغت، يعني لما فرغ من تأليف كتاب القرى لأم القرى وذكر فيه الأحاديث والروايات المتعلقة بالمناسك، ومنها ما يتعلق طبعا في 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 في, في البداية وفي أساس الأمر ورأس الأمر، وهو ما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك كله معزوا إلى مصادره، يعني الكتب من هذه الكتب التي ذكرها، وهي على رأسها الكتب الستة أو الصحاح الستة كما اشتهرت عند بعض الناس أو بعض طلبة العلم، ومن غيرها كذلك، من غير هذه الكتب، من غير ليس صحيح الصحف فقط، أيضا في مسند الإمام أحمد وفي مسند البزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني وغير ذلك من كتب من الأمهات المعروفة في الحديث. يقول: لما فرغت من كتاب هذا القراء لأم القرى استخرت الله سبحانه واستخرجت منه، استخرت الله في أن أعمل هذا العمل، وهو أن أستخرج منه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه وما اختلف فيه. هو يذكر هذا موضوع الكتاب، موضوع كتابه رحمه الله هو أنه يذكر المرويات التي سردها والتي فرقها في كتابه القرى لقاصد أم القرى، ذكرها في هذا الكتاب وهو كتابه صفة حج المصطفى صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه من الروايات سواء كانت روايات، يعني سواء كان ما ذكره فيها من روايات متفقا عليه أو مختلفا فيه، فهو ذكر ذلك كله، ذكر الروايات التي اتفق عليها ليس فيها خلاف بين أهل الحديث في ثبوتها وفي صحتها وما اختلف فيه، أيضا لم يقتصر على المتفق عليه بل ذكر ما اختلف فيه المختلف فيه أيضا، أي المختلف فيه بين صحة وضعف، هل هو صحيح ولا ليس بصحيح، هل هو فيه معارضة لغيره من الأحاديث أو ليس فيه معارضة مما يدخل في باب علم مختلف الحديث، ذكر ذلك كله المتفق عليه من الروايات في صفة حجه صلى الله عليه وسلم والمختلف فيها أيضا كذلك من هذه الروايات، ذكر هذا وهذا جامعا بين المختلف قدر الإمكان. لماذا ذكر هذا المختلف؟ بيّن الغرض بأنه يقصد بذلك أو من مقاصده في تأليف هذا الكتاب في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الروايات التي بينها تخالف أو بينها تعارض، اختلاف بين اختلاف، بعضها يثبت شيئا والآخر ينفيه أو العكس،
مما يدخل في باب علم مختلف الحديث عند في علم مصطلح الحديث، يسمى هذا علم مختلف الحديث، فيجمع بين الروايات المتعارضة التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض لكن الواقع في الواقع ونفس الأمر ليس بينها أي تعارض، وإنما التعارض في الظاهر. فالمقصود أنه ذكر في هذا الكتاب في صفة حجه صلى الله عليه وسلم الروايات التي اتفق عليها صحة، أو والروايات كذلك التي اختلف فيها، وقاصدا بذلك أن يجمع بين المختلف قدر الإمكان، على قدر ما تبلغ الطاقة وما يبلغه الوسع قدر الإمكان، عازيا ما ورد مما لم أخرجه في الكتاب المذكور، عازيا له إلى أصله. يعني الأحاديث التي يريدها في هذا الكتاب الصغير في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ومما لم يذكر هناك، هنا يذكر أحاديث لم يذكرها في الكتاب الكبير الأصل، لكنه يعزوه إلى مصادره، الذي لم يعزه هناك في القراء في كتابه الأصل وذكره هنا في هذا الكتاب، يعزوه إلى أصله، يعني الكتب التي أخرجته مثلا في كتاب في مسند أحمد أو في موطأ مالك أو في غيرها، يذكر المصدر الذي هو الأصل، أصل الذي ذكره، أصل الرواية التي يذكرها في هذا في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، يذكره يذكر الرواية معزوة إلى أصلها. وعلامة انتهائه دائرة، يعني بعد ما أن يذكر الحديث ويذكر أصله، يقول أخرجه مالك في الموطأ، أو أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، أو أخرجه أحمد في مسندي، يضع علامة لتدل على انتهاء الحديث. هذه عاد في الطبع، هذه في الطبع لما طبع الكتاب، هذه ألغوا هذا كله، ما يوجد لا علامة ولا غير ذلك، هذا في النسخة المخطوطة في الكتاب الذي كتبه هو بخطه رحمه الله موجود هذا، لكن في النسخة المطبوعة لما طبعت لم يلتفتوا إلى هذا، أو لم يتابعوه في هذا، سواء في الطبعة، سواء كان ذلك في الطبعة القديمة أو في الطبعة الحديثة، ليس فيه علامات ولا شيء، مجرد العلامات الحديثة، النقط وغير ذلك، هذه يعني استغنوا بها أو اكتفوا بها عما ذكره في هذا، على ما يبدو، لأنه ما يوجد في المطبوع شيء من هذا. يقول إنه علامة انتهائه دائرة في نهاية الحديث بعد تخريجه، دلالة على أنها انتهاء هذا الحديث وبداية حديث آخر، هذا في حسب ما كتبه هو رحمه الله في كتابه المخطوط. أما في الطبع فليس موجودا هذا الشيء، لا يوجد، تركه الطابعون واقتصارا على العلامات الحديثة من النقاط والشاولات وغير ذلك، منبها على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أحكام الحج في غير حجته. هذا أيضا من فوائد هذا الكتاب، ومن يعني ما تعرض له مؤلفه رحمه الله فيه، أن يذكر أو ينبه على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أحكام الحج في غير حجته، يعني في الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أحكام الحج، لكنها ليست في حجة الوداع، ما كانت في حجته صلى الله عليه وسلم، كانت في المدينة، لما كان في المدينة لما يسأل عن مسائل أو قضايا تتعلق بالإحرام فيجيب، فهذه أيضا ذكرها رحمه الله، وإن كانت لم تتصل أو لم تختص أو ليست كانت داخلة في حجة الوداع، في حجته صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تتصل بالحجة، نفس الحجة التي هي حجة الوداع، لكنها لما كانت يعني مرتبطة بالمناسك وبالحج فقد ذكرها كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيها عن المناسك مجيبا وموضحا للناس ما فرضه الله عز وجل عليهم، فذلك ذكر كذلك الأحكام الأحاديث التي فيها أحكام تتعلق بالحج وإن لم تكن متصلة بحجته صلى الله، يعني ما كانت مندرجة وليست في حجة الوداع، بل هي خارج حجة الوداع، أسئلة فتاوى كما سماها ابن القيم فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتاوى إمام المفتين، فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين، وهو الفصل الأخير من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال نختم بها بفتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لتكون يعني كالأصل
وكالقاعدة لكل ما ذكرته في هذا الكتاب كما يقول كما قال رحمه الله. ثم ذكر جملة من الحديث نحو أكثر من 300 حديث أو أكثر، كلها فيها أسئلة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب، وسماها فتاوى إمام المفتين، الفصل الأخير من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ففي هذا الكتاب قال ذكرت فيه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أحكام الحج في غير حجته التي هي حجة الوداع، وما أشكل علي أمره، هذه المسألة أو القضية التي أيضا في هذا الكتاب، أنه يقول أن ما أشكل علي أمره هل كان في حجته أم لا. إذا هناك تأتي أحاديث وروايات تشكل عليه، على المصنف رحمه الله استشكلها، هل هي كانت في حجة ما يتضح له الوجه فيها، هل هي من في حجته صلى الله عليه وسلم أو لم تكن أم لا، هل كان في حجته أم لا. يقول من قول أو فعل، إذا جاءت روايات فيها قول أو فعل يشكل أو أشكل على المصنف رحمه الله، هل كان هذا النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هل كان في حجته في حجة الوداع أو لم يكن فيها. فإذا أشكل عليه يقول ذكرته ورددت العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني توقف فيه ووكل أو رد العلم فيه إلى الله عز وجل، لأنه ما لم يصل إلى وجه الحق ووجه الصواب في الموضوع فرده إلى أو وكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بما، أو هذا قسم قليل، يعني قسم قليل في الكتاب الذي أشكل عليه هل كان في حجته، هل كان هذا الحديث واردا في حجته صلى الله عليه وسلم أو كان خارج الحجة ليست من حجته صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله المسؤول أن يجعل ذلك وسيلة إلى أجزل ثواب وأحسن مآب بمنه وكرمه. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله لكتابه صفة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو صفوة القرى في صفة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطوافه بأم القرى، ويمكن تكون على الابتداء أيضا وطوافه بأم القرى، صفة حجه وطوافه أيضا، يعني أيضا على الابتداء، لكن الأحسن أنها تكون معطوفة على صفة حجه صلى الله عليه وسلم وصفة طوافه بأم القرى بمكة المكرمة أم القرى. ومعلوم أن هذا الكتاب هو في مناسك الحج، في مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا يتقاضى أو يقتضينا الكلام أو التقديم لهذا الكتاب بمقدمة تشتمل على مسائل أو موضوعات لا بد من التطرق إليها، أو من جرة العادة الكلام أن يتحدث فيها المتحدث قبل أو يقدم بها بين يدي كلامه على ما يتعلق بالمناسك، وعلى رأسها منسكه صلى الله عليه وسلم. المناسك، هذا الكتاب الذي في مناسكي أو في حجتي صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد الذي ألف في هذا الباب، بل هناك مناسك كثيرة في بيان حجته صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث جابر الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، والذي يعد منسكا مستقلا برأسه كما قال الإمام ابن كثير، كأنه منسك خاص لوحده هو حديث جابر الطويل في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن حزم رحمه الله ألف كتابا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء أيضا المتقدمين والمتأخرين ألفوا وصنفوا في صفة حجته صلى الله عليه وسلم كتبا مشهورة مذكورة ومعلومة فيها فوائد جليلة. فالحج الحج كما هو معلوم أن في قبل أن نتكلم على صفة حج صلى الله عليه وسلم، في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي اصطلاح الشرع هو القصد، هذا في اللغة. وكذلك روي عن الخليل بن أحمد أنه القصد إلى ما تعظمه، كثرة القصد إلى ما تعظمه، ليس فقط القصد عند الخليل بن أحمد اللغوي المعروف، إنما قال أن القصد أن الحج هو كثرة القصد إلى ما تعظمه، كثرة القصد إلى ما تعظمه. وفي اصطلاح الشرع هو قصد مكة لعبادة الله عز وجل بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص، قصد مكة
لعبادة الله تعالى بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص، ويمكن أن يضاف إليها من شخص مخصوص، من شخص مخصوص الذي يتضح أو الذي يكون فيه صفة من يجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام، من حيث توفر الشروط الخمسة فيه، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. الحج كما قال الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. القدرة وهي الاستطاعة، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما بعد. فالأصل في وجوب الحج هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج والحج لغتان بالفتح وبالكسر، بالفتح والكسر، حج البيت وحج البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا هذا ما يتعلق بالكتاب القرآن. والسنة أيضا مما ورد في السنة من دليل على وجوب الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، الحديث المشهور، ومنها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما رواه مسلم، ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى أعادها الرجل ثلاثا، يعني قاعد يقول أكل عام يا رسول الله مرة، ثم أعادها مرة ثانية، ثم أعادها مرة ثالثة. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا الأصل من السنة على وجوب الحج. وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة رحمه الله وابن المنذر وابن القطان في كتبهم، كتب الإجماع المتعلقة بالإجماع، كتاب الإجماع لابن المنذر وكتاب الإقناع لابن القطان، أن الأمة مجمعة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. وكذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل إجماع الأمة على أن الحج واجب على المستطيع مرة في العمر، مرة في العمر. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، بقية الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسر ابن عباس رحمه الله بقوله سبحانه ومن كفر، قال: ومن كفر باعتقاده أنه ليس بواجب. قال ابن عباس: معنى قوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال: من كفر باعتقاده أنه ليس بواجب. الذي يعتقد أن هذا قول ابن عباس في تفسير قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال: من كفر معناها من كفر باعتقاد أنه ليس بواجب. الذي يعتقد أن الحج ليس بواجب فقد كفر، فالله غني عنه. أما ما يتعلق بوقت فرض الحج، متى فرض الحج، اختلف أهل العلم في السنة التي فرض في الحج، متى فرض الحج، في أي سنة من السنوات. فالمصنف هنا رحمه الله في كتابه الذي بين أيدينا قال أن المشهور هو أنه كان سنة 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة، وهذا قال هذا هو المشهور، المشهور عند أهل العلم أنه سنة 6. والدليل على ذلك، الدليل على أنه يعني استدلوا على أنه فرض سنة 6 من الهجرة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، في أي سورة؟ في سورة البقرة. هذه الآية نزلت في سنة الحديبية، يعني كانت سنة 6، فمعنى ذلك أن فرض الحج كان سنة 6. القول الثاني وهو أنه فرض سنة 9 أو سنة 10، سنة 9 أو 10 من الهجرة. والدليل عليه أن صدر سورة آل عمران، صدر سورة عمران نزل عام الوفود،
نزل عام الوفود، العام الذي كانت الوفود تفد فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم أو لتسأل يعني تتعلم منه الإسلام ولتبايعه عليه. فعام الوفود نزلت فيه صدر سورة عمران، صدر سورة آل عمران، الذي هذا العام يعني عام الوفود قدم فيه وفد نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وناظرهم صلوات الله وسلامه عليه وباهلهم وصالحهم على أداء الجزية، صالحهم على أداء الجزية. والجزية قد نزلت في تبوك، في تبوك، وكانت سنة كم؟ سنة تسع، سنة تسع. فمعنى ذلك أنها أن نزول الجزية التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح وفد نصارى الإجران كانت في تبوك، لما صالحهم ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة كانت سنة تسع من الهجرة. وأن وما يدل على ذلك أن أهل مكة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نزلت هذه الآيات التي من سورة التوبة والمنادات بها ما التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لينادي بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب في موسم الحج، كان ذلك سنة كم؟ سنة تسع. لما نزلت هذه الآية ضاق أهل مكة بذلك وخشوا من قلة الرزق لتعاملهم مع المشركين، فقال الله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فأغناهم الله تعالى بما يسر لهم من الجزية. وكل ذلك كانت سنة تسع، سنة تسع وليس سنة ست. أما الاحتجاج، من احتج بأن الحج فرض سنة ست بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا الأمر هما ليس لفرضية الحج، وأتموا الحج والعمرة لله ليس لإتمام، ليس لبيان فرض الحج، وإنما هو أمر لمن شرع في الحج أو العمرة بإتمامه، هذا أمر لمن شرع في الحج والعمرة، دخل في الحج والعمرة فهو مأمور بإتمامه، ما يخرج منه إلا بإتمامه أو بالتحلل إذا اشترط، فقال حبسني إلا فمحلي حيث حبستني، فإنه يخرج بهذا الشرط إذا كان محصرا واشترط. فالمهم أن هذه الآية ليست لبيان فرضية الحج، وإنما هي لأمر لمن دخل في الحج أو باشر الحج والعمر أمر له بإتمامها، وليست دليلا على فرض الحج، ليست دليلا على فرض الحج. والأصح والصحيح أنها سنة تسع، ولذلك فإنها لما فرض الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم باشر على الفور بالاستعداد للحج وتجهز وأمر الناس بالتجهز، وإنما لم يحج صلى الله عليه وسلم في سنة تسع لأنه كانت الوفود تقدم عليه، كانت الوفود تقدم عليه من أرجاء الجزيرة فتتعلم منه وتبايعه، فلو حج في ذلك الوقت لا انقطع عن الناس بسبب ذلك. وأيضا سبب آخر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يحج معه مشرك، وقد حج في العام السابق في سنة تسع لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآيات يناد بها في الحج، حج معه كان في مكة من المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حجته صلى الله عليه وسلم أن يحج معه مشرك، ولذلك حج صلوات الله وسلامه عليه سنة عشر. على كل حال سنة تسع هي التردد بين سنة تسع أو عشر، وهذا هو الصحيح. وأما الاستدلال بالآية كما سمعتم فهذا ليس في محله، لأن الآية إنما تعرضت لمن باشر الحج، تلبس بالحج، دخل في الحج أو العمرة فهو مأمور بإتمامها، هذا المقصود بالآية، وليس المراد بها فرضية الحج، وإنما الآية التي فرض فيها الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ما يتعلق بفرضية الحج وسنة السنة التي فرض فيها. ثم بعد ذلك تعرض المصنف رحمه الله إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، العمر التي
اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنها أربع عمر، ذكر أنها أربع عمر، وهي التي وردت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. أربع عمر، العمرة الأولى وهي عمرته عمرة الحديبية، الحديبية والحديبية بالتشديد وبالتخفيف، عمرة الحديبية وهي التي صد عنها صلوات الله وسلامه عليه. هذه عمرة الحديبية كانت سنة 6، فصده المشركون، منعوه عن أن يدخل مكة ليكمل عمرته، فنحر البدن، البدن يطلق على البعير كان سواء كان ذكرا أو أنثى، حيث صد في الحديبية، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه وتحلل، حلق صلى الله عليه وسلم وحل هو وأصحابه من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. هذه العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية، لم يكملها صلى الله عليه وسلم لأنه صد عن البيت، صده المشركون. العمرة الثانية وهي عمرة القضية أو القضاء، عمرة القضية أو القضاء في العام القابل، العام الذي بعدها وهو العام السابع، العام السابع، وتسمى عمرة القضية، تسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء، وهي التي دخل فيها صلى الله عليه وسلم مكة وأقام فيها ثلاثا وتم عمرته، ثم خرج، كان طلب منهم أن يسمحوا له أو يأذنوا له بأن يولم لهم بسبب زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها. زواجه الصحيح أنه كان قبل الإحرام، قبل أن يحرم، لأنه في أحاديث متعددة في الموضوع، منها ما يقول بأنه تزوجها محرما، وأن وحديث تقول بأنه تزوجها حلالا، وهو الصحيح أنه عقد عليها صلى الله عليه وسلم وهو حلال ثم بعد ذلك دخل بها. فالمهم أنه طلب من ذلك، قالوا، فقالوا، ردوا، قالوا لا حاجة لنا بوليمتك فأخرج عنا. فخرج منهم بعد، من عندهم بعد قضاء ثلاث، بعد قضاء ثلاثة أيام، وسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء. عمرة القضية، هذه العمرة هل هي يعني مختلف فيها، هل هي قضاء للعمرة السابقة أو هي مستأنفة عمرة جديدة؟ هما قولان للعلماء، وهي روايتين، وهما روايتان عن الإمام أحمد، قولان للعلماء، منهم من قال بأنها عمرة قضاء، يعني يقضي بها العمرة الفائتة التي صده بها عمرة الحديبية التي صده المشركون ولم يمكنوا منها. والقول الثاني أنها مستأنفة عمرة جديدة وليست عمرة يقضي بها الفائتة. القول الأول، وهما روايتان عن الإمام أحمد، القول الأول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها عمرة قضاء، مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها عمرة قضاء، يعني قضاء الفائتة، العمرة الفائتة التي كانت في الحديبية. قالوا لأنها سميت عمرة القضاء والاسم تابع للحكم، الحكم تابع للاسم، الحكم تابع للاسم، عمرة القضاء يعني أنها قضاء، لأنها قضاء، قضاء لفائت، عمرة فائتة. وأما من قال بأنها عمرة، عمرة مستأنفة وليست عمرة قضاء، يعني ليست قضاء لفائت، فقال بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أو سميت عمرة القضاء، يعني بمعنى المقاضاة، وليست القضاء بمعنى المقابل للأداء، يعني شيء فائت فيقضيه، لا، المقصود بالقضاء المقاضاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قاضاهم، قاض المشركين على هذا، يعني تحاور معهم واتخذوا قضاء، اتخذوا أمرا أو اتخذوا حكما في هذه المسألة، أنك ترجع هذا العام ولا تدخل عين هذا العام وتأتي في السنة القادمة فتعتمر، وهي عمرة القضاء التي سميت عمرة القضاء. فالقضاء قالوا هذا ليس من القضاء الذي هو قضاء الفائت، وإنما هو من المقاضاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قاضاهم عليها، على أن يأتي بهذه العمرة في عام قابل. وكذلك أيضا مما يدل على أنها مستأنفة وليست قضاء لفائت، أن الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم كان عددهم 1000، كانوا 1400، كانوا 1400، وهؤلاء لم يكونوا معه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، ما كانوا معه، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. اللي كانوا معه في عمرة الحديبية نحو 1400، لكنهم لم يكونوا جميعا معه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. ولو كانت هذه العمرة عمرة قضاء، يعني قضاء لفائت،
فإنهم ما كان يتخلف منهم أحد، لم يتخلف منهم أحد، بل كانوا يأتون عليه، يأتون معه جميعا، لأنه يقضوا حتى يقضوا ما فاتهم. وكذلك أيضا يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالقضاء، لم يأمر أحدا ممن حضر معه الحديبية لم يأمر أحدا بالقضاء. فهذا كله دليل على أن هذه العمرة، عمرة القضية، ليست قضاء لفائتة، وإنما هي مستأنفة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال بأنها عمرة القضية أو عمرة القضاء، إنها لقضاء الفائتة، لقضاء العمرة الفائتة التي كانت في الحديبية، لأن الحكم تابع للإسم. وعلى كل حال، مما يدل على أنها ليست قضاء كذلك أنها سميت عمرة القضية، لأن صارت فيها قضية، صارت فيها قضية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وتوصلوا فيها إلى هذا الحكم، وهو أنه يرجع عنهم هذا العام، عام الحديبية، ما يدخلها عليهم، لا يدخل مكة عليهم هذا العام، ويعود العام من عام قابل ليعتمر. فهذه صارت قضية بينه وبينهم، ولذلك دل حتى هذه التسمية دلت على أنها لما سميت عمرة القضية معناها أنها ليست قضاء، وإنما بأجل القضية المقاضاة، من المقاضاة التي قاضاها، التي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاها، قاضى أهل مكة أو أقاض المشركين، قاضى أهل مكة على هذا الحكم أو على هذا الاتفاق بينه وبينهم، أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام التالي. وأما العمرة الثالثة فهي التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، التي قرنها مع حجته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه كان قارنا، فهذه العمرة الثالثة. وأما العمرة الرابعة فهي التي اعتمرها من الجعرانة أو الجعرانة، عندما كان عائدا من حنين، بعد غزوة حنين، لما عاد من حنين مر بالجعرانة أو الجعرانة فأحرم بها ودخل مكة محرما. هذه العمرة معروفة، الجعرانة في بين مكة والطائف، ومر بها صلى الله عليه وسلم بعد قفوله أو عند قفوله من غزوة حنين، فأحرم من الجعرانة أو الجعرانة، وهذه ودخل مكة محرما وأتم نسكه. هذه العمرة الرابعة. فحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر وذكر هذه العمر، لكن يشكل على هذا أو يعرضه حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين. أنس يقول أربع عمر، وحديث البراء بن عازب، وكلاهما في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين وحديث البراء بن عازب في الصحيحين، لكن أحدهما يقول أربع عمر والآخر يقول، البراء بن عازب يقول أنها عمرتان. والحقيقة أنه لا تعارض بينهما، لأن مقصود البراء بن عازب، إذا عرفنا مقصود البراء بن عازب يزول ويرتفع الإشكال. مقصود البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنه بالحجتين، أي يعني بالعمرتين، يعني العمرة المستقلة التي أتمها صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، لأن عمرته مع في حجته هذه ليست مستقلة، وإنما هي مقترنة، هي مقترنة بإيش؟ مقترنة بحجته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في هذا الكتاب، في عندما نقرأ كلام المصنف رحمه الله، وبيان الصواب في نوع المنسك الذي حج عليه أو به صلى الله عليه وسلم، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد. فصلوات الله وسلامه عليه كان قارنا، لذلك هذه العمرة التي كانت مع حجته كانت مقترنة بحجه وليست مستقلة. وأما الثانية، العمرة الثانية التي تخرج من هذا التقسيم، وهي عمرة الحديبية، لأنه ما أتمها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أتمها، فأصبحت بلا شك، يعني كلام البراء بن عازب رضي الله عنه صحيح، لكن مقصوده ليس مناقضا لما قاله أنس بأنها أربع عمر، لا، إنما قصد البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنه، قصد العمرة المستقلة التي أتمها صلى الله عليه وسلم، وهما عمرتان. ما هما؟ عمرة القضية وعمرة الجعرانة أو الجعرانة، هاتان عمرتان مستقلتان، وأتمهما صلوات الله وسلامه عليه، وهما اللتان قصد بهما
البراء بن عازب أو قصد إليهما بقوله إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين. فإذا ما لا تعارض بين حديث أنس رضي الله عنه وبين حديث البراء بن عازب، فكل واحد منهما له معنى، إذا عرف زال وارتفع الإشكال وارتفع الخلاف. أما حجاته صلى الله عليه وسلم، الحجج التي حج صلى الله عليه وسلم أيضا ذكرها المصنف رحمه الله في مطلع كتابه هذا، قال بأنه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مذ هاجر غير هذه الحجة، وحج قبل الهجرة حجتين. لم يحج صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج مذ هاجر، من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم يحج غير هذه الحجة التي أفرد لها هذا الكتاب، كتاب صفة حجه صلى الله عليه وسلم أو صفة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، وهذا مجمع عليه، هذا واضح ومجمع عليه. وأما قبل الهجرة، قبل الهجرة من مكة لما كان في مكة قال بأنه حج حجتين. الدليل على هذا هو حديث، الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين يعني في مكة، هو حديث رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر، يعني في مكة قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، حج لما كان في مكة قبل الهجرة حج حجتين، وحج بعد ذلك لما هاجر حج واحدة هي حجة المعلومة، وهي حجة الوداع، وهي حجة الوداع. هذا الحديث قال فيه الترمذي رحمه الله إنه حديث غريب، غريب يعني ضعيف، غريب لما يقول الترمذي رحمه الله غريب يعني معناه ضعيف عند أهل العلم، لأن له مصطلح خاص في الحديث الحسن، لأنه له حديث مصطلح حسن، وهو الذي يروى من نحو وجه من غير وجه نحو ذلك، كل حديث روي ليس فيه لا يكون شاذا ولا يكون فيه متهم بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، من غير وجه يعني من طرق أخرى. فهذا الحديث غريب يعني ما له إلا طريق واحد فقط، مثل الشخص الغريب الذي يكون غريبا في البلد ما له أحد، منقطع ليس له أحد. الحديث الغريب أيضا فرد يعني ما روي من طرق أخرى كثيرة. فلما قال الترمذي رحمه الله في كتابه غريب يعني ضعيف، وأيضا زيادة بيان ضعف، زيادة في زيادة في بيان الضعف أنه رحمه الله قال وسألت محمدا يعني البخاري يعني الإمام البخاري، سألته عن هذا فلم يعرفه من حديث سفيان، الحديث مروي من طريق سفيان الثوري رحمه الله، لم يعرفه الإمام البخاري من حديث سفيان الثوري لم يعرفه. ثم قال ورأيته بعد هذا، يعني البخاري قال لا يعد هذا الحديث محفوظا، ليس هذا الحديث محفوظا، وإنما ليس محفوظا يعني من ناحية الرفع. جابر لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد الهجر، هذه له حكم لما الصحابي يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صفة من أو حال من أحواله صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا له حكم إيش؟ حكم الفروع المرفوع، حكم المرفوع. لكن هذا الحديث ليس محفوظا على هذه الشاكلة، وإنما الصحيح فيه أنه رواه الثوري عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا، وهذا من أنواع الضعيف لانقطاعه، فالحديث في انقطاع ليس متصلا وليس محفوظا، ومع ذلك هو غريب يعني في سلسلة علم. لكن هناك من صححه من أهل العلم المعاصرين، ويحتاج الكلام في ذلك أيضا إلى مزيد بسط وتفصيل لهذا الحكم من حيث الصحة أو الضعف. لكن الذي يترجح والذي مال إليه المحققون من أهل الحديث، والذي رجحه الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، أنه ضعيف لم يثبت، وإلا ما هو مرسل ولم يروى طرق تعضده، لو كان مرسلا لكن أتته طرق تعضد هذا الإرسال يعني تقويه تشهد له لكان التقى بها، لكن ما دام أنه مرسل فهذا المرسل من النوع الضعيف، فهذا الحديث إذن لا تثبت به الحجة ولم يثبت. فحتى أن مصنف الكتاب أو من رواه رحمه الله وهو الإمام الترمذي صرح بذلك،
قال بأنه حديث غريب. ونقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يعرفه من حديث سفيان الثوري رحمه الله، وأنه لذلك ليس محفوظا. ثم بعد ذلك ختم كلامه رحمه الله بالقول بأن الصحيح فيه هو الإرسال وليس الوصل، ليس موصولا. ومعروف أن الاتصال السند هو من أحد شروط الصحة الخمسة. إذا فقد الحديث شرط الاتصال نزل من الصحة أو خرج من دائرة الصحة، فأصبح حديثا ضعيفا لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال. هذا ما يتعلق بعدد حجاته صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر من أنها كانت ثلاث حجج. قد تبين ضعف هذا الحديث من حيث غرابته، من حيث الغرابة أو من حيث غرابته، ومن حيث عدم أنه ليس بمحفوظ، ومن حيث أنه ليس متصلا بل هو مرسل، الصحيح فيه الإرسال. وبقي الكلام بعد ذلك على ما يتعلق بأنه صلى الله عليه وسلم لما نوى الحج أعلم الناس وأخبرهم بنيته صلى الله عليه وسلم في الحج، فاجتمع إليه الناس ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، وليقتدوا به، وليأخذوا عنه المناسك صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم ببيان ما قاله المصنف رحمه الله، وبيان ما يتعلق بذلك، وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح إن شاء الله تعالى. هذا، وأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.